الاستاذ محمد صبحي لم يخطئ. الاستاذ محمد صبحي بالعكس بيتكلم بمنطق ان هو بيطلب ان السعوديه ما تبقاش الحكايه ترفيهيه اكتر منها ثقافيه، فهي لفظا بس في النص ما حاجه كلنا ما سمعناهاش وكلنا ما نعرفهاش. أقولي بقى تركي الشيخ ما علقش ليه على موسم رياض؟ والله انا لم حد، ما فيش حد دعاني خالص، لا مسرح ولا مهرجان ولا احتفال ولا ده، ما حصلش يعني. ايه الاسباب انا ما اعرفش، بس يعني عادي، انا راجل ممثل محترف وبشتغل، اذا دعيت هروح، اذا ما دعيتش خلاص. ولكن انا في مبسوط بالحاله الفنيه العظيمه اللي حصلت والانفتاحه الثقافيه اللي حصلت في المملكه العربيه السعوديه، واتمنى يعني ان الحاله ان شاء الله تقنن وتفرخ نجوم سعوديين. ايه رايك في الاهانه اللي وجهت لمحمد صبحي؟ بصي، انا شفت اللقاء بتاع الاستاذ محمد صبحي كاملا. انا شفته، الاستاذ محمد صبحي لم يخطئ. الاستاذ محمد صبحي بالعكس بيتكلم بمنطق ان هو بيطلب ان السعوديه ما تبقاش الحكايه ترفيهيه اكتر منها ثقافيه، فهي لفظا بس. اللغط اللي حصل بقى ورد المستشار التركي عليه او رد صحفيين سعوديين ورد صحفيين مصريين والهيصه اللي حصلت دي، انا شايف ان هي ملهاش لازمه خالص. وشايف ان الاستاذ صبحي قامه كبيره جدا، وانه هو لما ما حدش يدعيه او يدعوه وهو يرفض او ما يدعوش، ده لا يقلل منه ولا يزيده، ولكن انا شايف الموضوع واخد اكبر من حجمه، وخد فكرة شارعنا وشارعكم وحارتنا وحارتكم. وأنا يعني بالعكس، إحنا أكتر ناس ممكن هتبقى سعداء جدا كفنانين بالانطلاقة اللي حصلت في المملكة العربية السعودية لأسباب كتيرة جدا. إحنا زمان ما كنا بنعمل مسرحيات في السعودية، وأنا خاصة أنا احتكيت بقى أنا مباشرة من خلال مسرحيات حتى كويتية، ما ننزل المسرح كنا بنشيل أدوار الستات وكنا بنشيل كذا. يعني ان يصل الانطلاقه دي والانفتاحه دي، ده شيء عظيم جدا، فهي مفيده لينا لان ده سوق اخر لينا. ولكن اللي حصل الزوبعه اللي كبرت دي ملهاش اي لازمه. ارجو ان هي تخلص بسرعه، ما تزيدش اكتر من كده، لانه مش شايف لها مر. لا شايف ان الاستاذ صبحي غلط، وحاسس ان رد المستشار انه في حد في النص وصل له حاجه. انا مش عارف ليه هو اللي بادر الاول بالاتهام واتهم طبعا الاستاذ محمد صبحي، وقال ان هو مش خصاصي. ما هو ده اتقال بعد ما الاستاذ صبحي صرح بانه بعتوا لي وانا ما رحتش. في النص بقى من حق اي حد ما يقبل او يرفض اي عرض. في النص بقى حاجه كلنا ما سمعناهاش وكلنا ما نعرفهاش، هي اللي عملت الهيصه دي. ردك ايه انت على ان هو وصف بالمشخصات؟ انا لا، المشخصاتي اسم حلو على فكره. انت عارفه انا لما يتقال عليا مشخصاتي يعني انا ممثل مهم. تمام، بس هو معناه بيقولها بقى بسخريه، بيقولها بقى وقالها بقصد الاهانه اكتر من فكره. بقى قصد الاهانه دي، ما هو انا عايز اعرف ليه هو رد بقصد. لا بقول لحضرتك، في حته في النص كلنا ما نعرفهاش. أنا أنا ما هو ده تهور يعني من المستشار ترك إنه يقول ده في مشكلة وصل له غلط، فحصل تهور في الجملة. الأستاذ صبحي أنا سمعت موضوعه كامل، الفيديو كامل، ما أهنش حد ولا أتكلم بشكل غلط. الراجل بيقول وجهة نظر، بالعكس ده بيتكلم عن السعودية بشكل كويس على فكرة، وأرجو من كل الناس تسمع الموضوع كويس. واتمنى المستشار ترك يعني يحصل توافق وصلح بينه وبين قامه كبيره جدا اللي هو الاستاذ محمد صبحي. يعني محمد صبحي تاريخ وعظيم وحد قامه كبيره مهمه مصريه عربيه، واعتقد انه لم يخطئ ولم يقصد الاهانه. وكذلك المستشار ترك، انت راجل افدت الوسط الفني في مصر، دليل عملت رواج للمنتج المصري اللي هو النجم المصري، خدته واشتغلت بيه هناك. هذا المنتج اللي انت اشتغلت بيه
هو زميل محمد صبحي. واعتقد ان انت لو عملت مسرحيه لمحمد صبحي هناك الموضوع هيبقى عظيم جدا.